منو بالدول العربيه ولا سوري حتى الخليج الازعل منو بيده قرار الاتحاد ولا الاتحادات؟ الشغل مفروض هذا دور وزاره الخارجيه تشتغل، لا وفود شعبيه ولا اروح للفلان وتكفى، ما بيده قرار بالعربي الدول العربيه ولا واحد بيده قرار. صندوق من يعطيك قرار؟ بس اقول لك شغله، هذه مفروض عضو لا الكويتي، هو فكره انه وصول وفد شعبي اي يمثل ميخالف، بس ان قصدي ما يمثل الدور الحكومي، يعني لما انا افوض الخارجيه او اي جهه حكوميه كانك تعطي مسوغه واشاره ان هناك تدخل حكومي. وهذا انت رحت للدول العربيه اصلا؟ لا لا يا ابو كارم، خلنا واقعيين، احنا عايشين المشكله. المفروض تدري، المفروض الوفد الشعبي هذا المفروض تدري وين يشتغل. عيلتي بطني انا، المفروض اشتغل هني. صحيح، اشتغل هني مع الانديه، مر الانديه واقعد معاهم وشوف معاهم، صير حلقه توصل بين الشعب، سوري يعني بين الانديه والحكومه. انت رحت تطلع تطمر برا، انت مثل يقول وين اذنك تقول هذه؟ منو بالدول العربيه بيده قرار؟ انت ليش ما تحركت على الانديه هني، على الاتحادات؟ جبتهم وتعال اقعد نشوف الامور ونحل الامور ونقعد مع مجلس الامور. خالد وين تاثير الدول العربيه؟ عجل ايش حق تتكلم عن كم دوله العربيه؟ شلون؟ كلهم معك، كلهم معك. لا انت تقول انت تبي 54 حرك اللي داخل. ايه انت ايش حق تطلب من الدول العربيه عجل في الانتخابات؟ ما لهم دور عجل. انت وين التوجه اللي نطلبه يعني؟ الدول هذه كل اعضائها عن طريق الحكومه، تدار عن طريق الحكومات، هي مصالح ليس مصالح. اشخاص بيده قرار سيادي، هو يقدر رئيس الاتحاد السوري العربي الفلاني ممتاز ما يقدر يكون قرار. اذا موجي من الحكومه انت وديتني لجزء ما يقدر يسوي شيء.